اي المطالبه نتاعنا كسكان حي الحيرش من مدينه عين فكرون، نريد مقابله سياده الوالي لطرح الانشغالات التي تعاني منها اهل الحيرش. استفدنا الغيت الاستفاده. المهم خمس ولاد اللي فاتوا كل ما جاو عندهم نفس القضيه، فاقدوا شيء لا يعطيه. نطالب بمقابله الوالي، نطرحوا له الانشغالات نتاعنا. اذا كان زاد الوالي قالنا روحوا تروحوا، معليش احنا ربي معنا، روحوا. شكرا، بارك الله فيكم. رانا درنا وقفه احتجاجيه مسالمين مكتفين، جينا نعانيو المشكل تاعنا هذا، نعرضوه على السيد الوالي على الليسته هذه القائمه هذه تاع السكنات اللي ما بغاتش تدمج حي الحيرش خلاص من سنه 2014 اليوم. مع العلم عندنا استفاده مسبقه. بارك الله فيك. شكرا. حد لا طلع علينا، حد لا شاف الوضعيه تاعنا، ما سووا لنا وضعيتنا. احنا حاليا كمواطنين رانا نعانيو من التهميش، محقورين. حي الحيرش هذا محطوط بقعه عرق حي، وفي نفس الوقت بعد واش راح نقول لك، حتى الكلمات ما كانش راح نعبر لك عليها. صاي كرهنا، بغينا نعيش وحتى حنا سكنات جاهزه، وحنا عايشين في سكنات الهشة. هذا يعني تقبلها هذا؟ ماذا بينا نشوفوا الوضعيه تاعنا في اقرب وقت. حنا كي ما عندناش مين يفوتوا، كان ضرب ما كانش ما يطلعش. تخرج بعد تقول لي يا ربي ندير ميك روحي، قرا تقول لي تبطل، منين راح نعديو؟ ما كانش منين نعديو. ما سووا لنا والو، ما عطاو لنا والو من 2013 حنا نستناو. ضايعين من درك اواخر 2022 منين يوجدوا السكنات في بلديه عين فكرون، يروحوا لنا الكريزي. ما مسالوش من 72 هما، منين توجد سكنات في عين فكرون يروحوا لنا الكريزي باش تحل يدي. صافي دير نهار اللي تجي الاستفاده يقولوا لنا روحوا ديروا الحضور تاعكم باش ما نستفيدوش.